الأستاذ أحمد السيد نشوف كواليس بعثة الأهلي، وعندنا انفرادات وموضوعات مهمة جدا من داخل معسكر النادي الأهلي في تنزانيا، ونشوف وصلوا بالسلامة وإيه الأخبار. ولكن بقرر ندائي إلى الدولة المصرية وإلى الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، إنه لازم يا جماعة يسمح بدخول 10 أو 15 ألف متفرج في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية. إحنا لسان حال الناس وبنقول لكم الجمهور عايز إيه، الجمهور عايز يدخل يشجع. يعتقد إن النهاردة اللي حصل في تنزانيا ورطة. هتقول لي ورطة إزاي؟ أهو 30 ألف متفرج الأهلي هيلعب، وإحنا اللي انفردنا بده إمبارح، قلنا لو الاتحاد الإفريقي وافق اللي هلنتوا مالا، وبيحاولوا يخلوهم 40 ألف كمان، ولكن قالوا لهم نصف ساعة الاستاد. ورئيس تنزانيا طلع بيفاخر انه هو ما عندهوش كورونا، وبيشكر الشعب انه ماشي من غير كمامات. طبعا انا ما بقولش نعمل كده لان ده غلط، ولكن انا بكلمك على ان لازم يكون مع وزارة الصحة ووزارة الرياضة والأندية المشاركة في أفريقيا، الأهلي والزمالك في أفريقيا وبيراميدز، الأندية التلاتة، بيراميدز طبعا ملهوش جمهور سيبك منه، لازم يا جماعة يكون في آلية. سيبك من بيراميدز ملوش لازمة، الأهلي والزمالك لازم يبقى فيه ورشة عمل أو غرفة عمليات لمباريات أفريقيا، طرفها وزارة الصحة ووزارة الرياضة ووزارة الداخلية. ما ينفعك يبقى كده، يعني مباراة الأهلي دي مصرية. نتمنى للأهلي التوفيق، والمباراة يوم الثلاثاء الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة. سيبك من الراجل المتحدث الرسمي اللي لخبط الدنيا وتوه الناس، المباراة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة، مباراة مصرية. هتقول لي ازاي ودي المباراة التانية؟ اقول لك لا، مهمة، المباراة مهمة جدا، لان الاهلي هيلاعب شريكه على القمة. الاهلي معاه 3 بوم، وسيمبا التنزاني معاه 3 بوم. اتمنى ان الاهلي يفوز او يتعادل، لان سيمبا هيجينا القاهرة، والمنافسة ستكون شرسة ما بين الاهلي وسيمبا والمريخ السوداني. اسمع مني، المريخ من الصعب ان يخسر مباراة على ملعبه، المريخ من الصعب يخسر مباراة على ملعبه. فانا بعتبر مباراة المريخ القادمة هيفوز فيها المريخ، وعيبة 3 بوم، والاهلي 3 وسيمبا 3 والمريخ 3 في حالة فوز المريخ. يبقى الاهلي في حاجة الى نقطة عشان يبقى 4، وبعد كده هيلعب ماتشين على ملعبه، الماتش الثالث واول ماتش في الجولة الثانية. واخد بال حضرتك؟ فانت النهاردة تظلمني ليه؟ وانا لا اتهمك بالظلم، ولكن انت عشان ما تدينيش حظوظي كاملة بتظلمني. فانا اناشد لو تكرمتوا ان يكون في غرفة عمليات من وزارة الصحة ووزارة الرياضة ووزارة الداخلية، ومندوب من الاهلي ومندوب من الزمالك، ونتفق على عدد في مباراة افريقيا. يا جماعة بيراميدز ده جاي مع العفش ملهوش لازمة، لان هتفتح له جماهير هيحضر له 3 انفار، فملوش لازمة سيبك منه. واخد بال حضرتك؟ ونوصل الى صيغة، لكن ما ينفعش فرقنا تطلع تلعب قدام جماهير بره ونخسر عنصر الجماهير على ارضنا.